السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حننهي الشابتر الثالث هذا اللي هو الإكليبرم أوف ريجيد بوديز. في المحاضرة السادسة هذه والأخيرة من الشابتر هذا حنشوف الإكليبرم أوف ريجيد بودي إن 3D، يعني توازن الجسم لما يكون في سبيس يعني في الفضاء. حنشوف الأنواع متاع الحالات اللي يكون فيها يعني الجسم في حالة التوازن لما يكون في 3D، وحنشوف يعني أنواع المدعمات في 3D متاع مختلف القوى لما يكون الجسم في حالة التوازن. هنبدأ بشرح قانون الإكليبروم أوف ريجيد بودي لما يكون في 3D. طبعا لما يكون الجسم في 3D يعني حيكون في سبيس، يعني حيكون عندك ثلاثة محاور اللي هم الإكس والواي والزد، يعني حيكون عندك مختلف القوى ومختلف العزم. لازم يكون مجموع القوى يعني سيجما اف يساوي صفر وسيجما ام يساوي صفر. طبعا بما ان سيجما اف تساوي صفر يعني عندك ثلاثة محاور على الإكس وعلى الواي وعلى الزد، يعني سيجما اف اكس واف واي وام زد تساوي صفر. نفس الشيء العزم حيكون سيجما ام اكس وام واي وام زد تساوي صفر، يعني حيصبح عندنا هنا ستة يعني معادلات، ثلاثة معادلات من خلال القوى وثلاثة معادلات من خلال العزم، يعني حيكون عندنا ستة معادلات. بما انه ستة معادلات حيكون عندي يعني ستة مجاهيل، لازم يكون ماكسيموم ستة علشان نقدر نشرح او نحل المعادلات هذه. هنبدأ الحالات اللي حيكون فيها حالة اتزان في 3D، وفي كل حالة حنشوف القوانين اللازمة. طبعا حنبدأ بالحالة الأولى لما يكون concurrent at type 1، يعني كل القوى تلتقي في نقطة واحدة، شايفين المحاور متاعها كلها تلتقي في نفس النقطة. في الحالة هذه يعني ثلاثة معادلات هذا يكفيه، يعني اللي هي الاف سيجما اف اكس واف واي واف زد كافية يعني علشان نحل المسألة هذه. هنشوف الحالة الثانية لما يكونوا concurrent with a line، يعني كلهم ناخذ محور مثلا كلهم يتقابلوا في المحور هذا أو يتقاطعوا يقطعون المحور هذا، نسميهم يعني concurrent with the line. في الحالة هذه يعني لازم خمسة معادلات اللي هي سيجما اف اكس واف واي واف زد تساوي صفر، والسيجما اف ام واي وسيجما ام زد تساوي صفر، يعني اللي حذفناها هي سيجما ام اكس. ليش حذفنا هذه؟ لأنهم كلهم يعني بيتقابلوا في المحور اكس زي ما شايفين. لو كانوا يتقابلوا مثلا في المحور واي بنحذف سيجما ام واي ونضيف سيجما ام اكس، يعني بيصبحوا عندي خمسة معادلات بس. في الحالة الثالثة بيكونوا بارالل، يعني متوازين كل القوى، شايفين المحاور متاعهم بيكون متوازي، يمكن متوازية لكن على اي محور؟ على المحور اكس، لانهم يعني متوازين على محور اكس، هتكون سيجما اف اكس، والعزم طبعا حيكون على الواي وعلى الزد بنحذف الاكس. لو كانوا متوازين مثلا على الواي حناخد سيجما اف واي وحنحذف هنا السيجما ام واي بتصبح سيجما ام اكس وام زد، يعني في الحالة هذه بيكون عندك بس ثلاثة معادلات. بالنسبة للحالة جنرال يعني العامة بيكون عندك، نرجع للقانون الأساسي طبعا، اللي يكون عندك ثلاثة معادلات بتاعت السيجما اف اكس واف واي واف زد، وبتاعت العزم اللي هما السيجما ام اكس وام واي وام زد، بيكونوا يعني ستة معادلات لازمهم ستة مجاهيل. طيب هنشوف السيبورتس، مختلف السيبورتس لما يكون في 3D. أول حالة لما يكون يعني smooth surface، يعني سطح يعني ما هو خشن، هتكون قوة واحدة. الحالة الثانية لما يكون عندك rough surface، يعني سطح خشن، بما أنه سطح خشن حيكون عندك قوتين اللي هي الاف والان، يعني الفرق بين هذه وهذه أن ضفنا الاف لأنها قوة الاحتكاك. الحالة الثالثة يعني حيكون عندك ويل سيبورت، يعني حيكون عجلات زي هذه. طبعا لما شفنا لما يكون عندك حيكون عندي يعني قوتين، الفرق ما بين في 2D كان عندك لما يكون عجلات بيكون قوة واحدة، لكن في 3D بيصبح عندك قوتين. هنشوف يعني الحالة الرابعة اللي هي لما يكون عندك بال اند سوكت جوينت، مثلا في حالة كرة زي هذه بيكون عندك ثلاثة قوة. الحالة الخامسة إذا كان يكون fixed يعني ثابت، مثبت هنا يمكن يكون بالحام ولا أي شيء، يعني حيكون عندنا ثلاثة قوى وثلاثة عزم، يعني بما أنه ما فيش حتى حركة حيكونوا ستة مجاهيل موجودين. يعني آخر شيء لما يكون عندك thrust bearing support، يعني مثلا هذا الذراع هذا بيكون الحركة الوحيدة اللي هي حركة الدوران، طبعا هنحذف العزم بتاع الدوران اللي هو على المحور هذا، بيصبح عندي يعني عزمين اللي هو العزم على المحور X والعزم على المحور Z وثلاثة قوى. طيب هذه هي مختلف السبورت فورسز الموجودة في 3D، ونشكركم وإن شاء الله نتقابل في الشابتر الخامس.